زين ليش الفلاح يترك اللي يخليه يترك التاجر هو يروح يسوقه مباشرة للعلوة؟ ما يقدر فيش كمية، ما حد يستقبله. ما حد يستقبله فيش كميات. فهو التاجر يعني أدرى يعني. يعني إحنا هنا أقل مزرعة ينتج 50 طن 60 طن. صحيح. وين العلوة تستقبل هيك كميات؟ بالضبط. فنتجه للتجار. أفضل ما أدرى يعني بالمواضيع وين يصرفها وين. النخل الآن اللي موجودة بالراجية كم معدل؟ صح يكون نخلة حسب المدارة مالتها، الأسمدة، المبيدات، كافح دار. نعم. النخلة عموما كم معدل النخلة جيت قاعد تطلق كم كيلو تقريبا؟ يعني فرضا هاي النخلة بكيف قلت؟ يعني مو أقل من 100. أكو بس أكو أقل إذا مهمولة النخلة. أي إذا مهمولة طبعا، بس إذا مدارة وأسمدة وياك متابعة ومكافحات لا مو أقل من 100. جيد. أكو أكثر؟ اي اكو يعني جيت توصل هسه مثلا يعني عندنا الزهدي 100 150. ممتاز. اما البرحي ولا حمله وفيه توصل 400 500 كيلو. ما شاء الله. هذا ايه. البرحي اقوى شيء. اي البرحي بالكميات. اي بالكميات. الزهدي ايش قد معدل تقريبا؟ الزهدي من 100 لل200. المواطن العراقي شنو المحبب له من اصناف التمور؟ والله يعني احنا العراقيين اكثر شيء نميل للالوان، يعني مثلا البرحي، المكتوم، الابراهيم، العمراني، الاسطى عمران، الاسطى عمران صحيح. يعني هذا اكثر شيء يميل للمواطن.